بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. درسي ما أنت وحكوس عبسي سيئة التصبيح وحانا ندورتي بشان رمضان ما دام اللي قتشره هي عالم الإسلام ما أنت وحكا صعدة دراديد با إلهي سبحانه وتعالى قرآن كوحكت المام يكل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. نف دم انتيت قريبا يدد من با إلهي سبحانه وتعالى ونلشان اينو كترنو أدي قرار يهدي معانتي أدي أدكتي يهدي فضود دهي هذا يدب كولم مغطية هذا يدل دل كولم مغطبة إله وحلي الجيرة كدم بيسة وحنا ندكوي تحامي يا باي إلهي لي بالشر والخير شرك إيا خير كاللبضة بواي دكوي تحامي يا باي لي سبحانه وتعالى خير والغوي تحامي ونمعية برارة الغوي تحامي سيدي النبي سليمان بالغوي تحامي وهو لبا امتحان دقار كود إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي وتلمامي إلا أود البضي متكوين امتحان كوين إن اللي قاليه وإلهي سبحانه وتعالى قاليه وكقول استدبتنا نعم العبد إنه أواب لك سفي لبي امتحان بالقوة اتحامي سيدان بيك لوب بدن قرآن كإلهي كقور رمي قار لدلي قار بكودي قار لحدي قار لعيمدي قار دلك لغا ساري قار دبل قردي مشاكل ودن بايلا هيك ورما هذا بمشكلات كان يتصبيح دان عنوان كاكدك تايم حكا دحايا وحكا دحايا إنسان كو سيدي سبا لبتا إلهي سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم إن قال لنا فرين إن الددال له لكن مرك إن الددال كان لن نماضنه وحال لنا فرين إن إلهي تلا صارنه وحكى له إنت هكذا ضميسة قفكو وحو مسؤول كي إنت أوديسة لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها هدنا أدقو أن مسؤولية بقبن أياد عرقم يوائي مرك هذا ركض مسلم عنا الله هيو يددنا مسلمين ولا بابيي دمر يا عرور لا ترتري دد جواردي لا دول مريي قار ديور هذا لقو قراعي قار كاريا لا دول بوتسيي قار نابا لقو ردي وح كست مرك هذا ركضه نفط ضيقة بيدري مسايا عديد هذا مسلمين ما ينون خو حرسانتي qofku inuu psychological u dhiboodaana waa dib dhibabka kamid ah laakiin ilaahay subhanahu wa ta'ala triyaq iyo dawo inaga siiyay la isku daweeyo dadka sayn badan ay hilmaameen ilaahay nabiyullaahi muhammad alayhi salaatu wa salaam markii la beeniyay ee rabbigii wax laga sheegay ee isaga lagu jeesjeesay ee dib u dhan loo geystay إلهي سبحانه وتعالى وحو سودة شيء دو قرآن كتا الله قصص قرآن كي لنا إلهي وينوغ ورمي ويقون نفس الدواء ترياقي لقد دوين إيه عديري قاية ربتاسيا
إلهي نبي الله محمد وحوط المامي فاستع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنك فإنك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلهنا آخر فسوف يعلمون هذا حق الشيخ بال ليري أنك كاكف لن كون ليلية كو إلهي غيرك عابد الدين لا أنت وبحي لكن هدنا إلهي وحوط المامي sagu intii saarayd markii la yiri sheeg waxa kala loo tilmaamay dib kala u dareemaya hadana inay jirto walaqad na'lamu annaka yadiqu sadruk ba ilahayri waxaanu ognahay ba ilahayri in laabtu ku ciriiriyo mayso wasana laabtu u ciriiriyobin iyadoo dawil qurba iyo intii ugu dhaweyd ay tahay inta looga taaglaayay maxaad yeeli lahayd haddii dadka qofka kuugu dhawey intu ku daba galo halkaad istaagtaba yidhaahda waa beenti kan yarana adeer u ah nabi maxamed adeerkii ruma daba socday abi lahab oo halku istaagaba leh waa beenti wuxuu sheegayaa waxba kama jiraan ma aha in la beeniyo qura nabiga kaleey salaatu wasalaam aan la rumaysan ee xataa waxa loo diiday in wax sheegi karo wax la gaarsiiyay xad bulshada laga dhaadhiciyay inuu waalan yahay ya ayuha alladhi nuzila alayhi dhikru innaka lamajnun ayrahdan tufayl ibn umar waynu garayn inuu dhagaa soo furaystay isagoo laga dhaadhiciyay inuu ninkani waalan yahay ma wax sixro dammaad waynu garayn inuu nabiga baa u yimo yiri war wax la yidhi xogaa waaliya ku haysan ku daweeyo riixdan tufayl waxaan akhriyaa cidhiidhiga uu nebigu dareemayay calayhi salaatu wasalaam intuu leegyahay dhanka kale ilaahay oo la caasiyayo sanama la caabudayo rabbu samaawaati wal ardi laga gaaloobayana uu taagan yahay lacallaka baakhicu nafsak ilaahay ku leeyay naftaadaada cidhiidhi gelinaysa ama halaagaysa inay rumayn waayaan alla subxaana wa tacaala daraaddeed haddaba ilaahay daawuu siiyey waxaasoo xanuuna laabtiisa kaga maydho ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون إلهي وحولي فصبح بحمد ربك فصبح بحمد ربك وكن من الساجدين إلهي سبحانه وتعالى التصبيح سال إلى أديق وكل هي أما سيكون مريا ما هدنق إلهي سبحانه وتعالى التصبيح معناه في اللغة التنزيه أو الإبعاد بين هذا وفقين أدو إله يعب يحمو كدرين يبال إليه سبحانه وتعالى إلهي تصبيح دو وإلهي وحي وعنطم وحي النقائسة وحي اللي دشي أن ربي صفات كساهين وإلهي أتكن الزهده حمد قنوة عكس قيده وأمانتي إيا إلهي أفعاشي سي أسمادي سوانكسنا دقم حديثه waad ku amaanto huwa thana idan wa nafi iyo ithbaat wada socda wa salbi iyo ijaab wa ilaahi subxaana wa tacaala haddaad xumo ka dheerayso wanaagana aad u nisbayso oo aad kaa ku wardidaba ilaahay ilaahi subxaana wa tacaala waxay daawo kaaga tahay dayqu sadriga ku haysta laab cidhiidhiga wa kun min asaajidiin فاصبر على ما يقولون وصبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آلاء الليل فصبح وأدبار السجود إلهي وحن نبي سكوي للصبر وحيكو هضل أيامك صبر وصبح بحمد ربكنا إلهي سبحانه وتعالى وتصبيح صو بل إلهي سبحانه وتعالى وحو قرآن كبرى النبي عليه الصلاة والسلام يا نقبا رضا النفس هي التسبيح دو إني ولا الصعدان في سورة طه إلهيم حليه فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فصبح وأطراف النهار لعلك ترضى أي كي ترضى با إلهي إليه سبحانه وتعالى تسبيح لك عليه أدقوا كمر يا إلهي حمدك قرماد لا يمنسه قبل طلوع الشمس أي قبل الشروق وقبل الغروب وآناء الليل وأول النهار وآخره أنت بتصبيح لك علي بالليل وأقول أنت أنو بريين تصبيح سو
gobolku intaanu dhicin tasbiixso, habeenka bartankiisa tasbiixso, maalinta labadeeda dacal tasbiixso. Tasbiixda iyo xamdiga haddaad wadaba ilaahay ilaahay subxaana wa tacaala maxaad gaadhaysaa? Lacallaka tarda, ay kay tarda. Mufasiriinta badba halkan ku fasira salawaadka loo jeedaa, laakiin culimmadu waxay leeyihiin wasalaatu hiya tasbiix, salaada lafteeda tasbiixa. Fi buyuutina adina Allahu an turfaca ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا صلب الى كوت المام يسبح ده وحي مفسرين تو اسكو راعسين ان اي تهي ما هي صلاه دي اما سي دي صلاه ده وحيابه او وين لا قبطا او قفكه مصلي او سميا وتسبيح يتحميد والنبي عليه الصلاه والسلام معاويه بن الحكم نكي صلاه ده كدح حدلي دبيتنا صحابته ما اكتي ee markii dambe nabigu u yeedhay wax barayay wuxuu ku yiri in hadhihi salaah la yaslahu fiha shay'un min kalaami an-nas inma huwa at-tasbiih wa at-takbiir wa qira'atu al-quraan walidhalik fa ulamaadu waxay dhahdaan todoba meelood oo salaada kamida la tasbiix sadaa salaada iftitaahedu wa tasbiih سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وافتتاحه الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وافتتاح لبعض يعني استفتاح القسم هي صلاة وتكبيرا وتسبيح إله سبحانه وتعالى لو لي ما دو ركوع هي السجود ندوى تسبيح سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ذل يعني امس نوع التسبيح صار مركا للركوع سيء مركا للركوع سيء كذلك سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى وبحمده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمه سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك يعني امس نوع بصار ري ركوع هي سجود هي نوع تسبيح هي تحميد haddaad quraan akhrido oo aad aayad tasbiixa soo martana waa la tasbiixsadaa inta salaada ku jirto qofkan faatixada garanayna muxuu samaynayaa isna tasbiixsaa la yidhi makaanul faatixa iyana waa tasbiix markaad salaada aad baara sujuudna ama markaad salaada ka baxdana iyana tasbiixsaa la yidhi oo subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaha illallah wallahu akbar wa inagaa nidhaahna markaan salaada ka baxno انت صاهر ده انت ده بدلنا وتحميد وحمد له فاتح هذا لغو بلا بو الحمد يا ركوع ده حمد الله صعته سمع الله لمن حمده وحمد له سجود حمد الله صعته انت كلنا وتحميد يعني صلاه وسبحان الله وبحمده فعله ولذلك بقى النبي قال الهي سبحانه وتعالى وحوت الماميه وها عيدي هيستا وحو كغه بخيا اني تهي فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى وحي الله سبحانه وتعالى قرآن كينو غقو الرمية نبي أنبياء إلهي كمده وعديدي قالي مال أذك دعي وذنوني الذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين نبي بدك دعي وبدا قران لو دين كلون لقي وعلول كلون كسي جرى انت بد قرقومي هداد بياها مسك دحسبين سوالي رجات قبطايه كلون علوشي كجرى ايا الهي كورمي سبحانه وتعالى ماشا محاكا عديدي بدن حكور ورور بدن ان ادبط كدعده او قاد لعسكده لهين او هدانا نمر خلقه ود علول نمر قشه مش امدو مركا او غلو الهي وحول اي فنادى في ظلمات مجديدا دخدود كدواقي مخو كدواقي انت ومفسرتي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين وحو كدواقي لا اله الا انت سبحانك
إني كنت من الظالمين إلهي وادي كلي لغو عابدا سبحانك حمك وفنان تاد عبك فقان تابو لي وحط الماما إياه أعماشي سسمية وحن كرت بمينين أنا إلهي مرنا بيسك الظلمين إلهي يو لست بظلام للعبيد بولي بل إني كنت من الظالمين إلهي سبحانه وتعالى دبتنا في سورة الصافات في سورة الصاد صافات صاد إلهي وحين أغشاك إنه كبد بادي سببت أدرادي فلولا أنه كان من المصبحين بإلهي فلولا أنه كان من المصبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون هذه الآن كم دهان لهم بإلهي إلهي قوة تصبيح صدا مفسرين تبدو حيليين قوة تصبيح صدا وحلوغة شهداء في بطن الحوت قوة تصبيح صدا مفسرين تبدو حيليين أيام كان في الرخاء مركو برواقة كتشري كان يذكر الله يعني في الرخاء دبتنا في الشدة إلهي حصي سبحانه وتعالى لبدا تفسير بنواصح هدي أنو كم دهان لهم با إلهي لي قوة تصبيح صدا للبث في بطنه إلى يوم يبعثون وحكو تشري لها هالكاسي إلهي أنت لغا صبحين يا رب إلهي سبحانه وتعالى إذن أيها الأحبة ترياقة أما داود النبطة إعريدي قلابات يعرض لك قبحه يعيلك لك قبحه عموما وإلهي ذكر يمر قهره ألا بذكر الله تطمئن القلوب وحا قرآن سيت المام يمر كاسي أذكار تقار كم ده ذكر إلهي سيت المام إياه وهي تصبيح ده مررك قارك بضيع علماء كفة السيران الذكر كله هنا التصبيح يهي إلهي سبحانه وتعالى وحتى المام يا مركا سيد داو وينوت بل إيه عكس جنوا كداو آدنه مركو حوق يحول يوح هلنا ينا كبر كو قادة كبر كنوا كداو مركا هل ين النبي محمد عليه الصلاة والسلام مركي ونصر جاية جوش هي النمعضة هلينا يدهم لازم بالويري إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا مركا دركته إلهي قوشي سوين أي كوتمي إيا فرشاد أي كوتمي ودركت دات كو الدين تسوق لي ما حي السماء با إلهي لي فصبح بحمد ربك واستغفره آدنه مركا يقول استوي كبران دبتنا واحد هو مال انت حريتك ومال انت حقوق الله صوب بندق ومال انت ضدك ودم سويم ومال انت مدحت خطبة ديسو مدحت هذا شهر دمنا ما حيكون هذا الشهر وقول سني وحوق سني ويغاس شيغا مال ما حريتك يا مال ما استغلالك يا مال ما الله شيغا ودن اذن هو يسغاس شيغا الى هي ستاين ما امر الى هي وحينا امر هداد حصيسان مركا درينتد نعمه الله سبحانه وتعالى يا قوليسته يا عدو قاك هاردعه إلهي كاريبه يا مبدأ أفافه يا ضدك الرأي قاك قاتل دينت الله صوق له تانا أبا المركز يا شكر قيد وحويا بإلهي لي فصبح بحمد ربك واستغفره ما أنتان إلهي أم بالله شيغا ما أنت ربت لقوشيرنا إلهي أم بالله حصايا الله شيغا ما أنت برادها لقوشيرنا إلهي أم بالله حصايا الله شيغا تجدد النعمة ولا سجود ولا شكر إلهي أم بالله حصاه سجود ونوع من الشكر ونوع من التصبيح قفكم مركز سجود معيد هذا سبحان الله بديل هذا مركز سجود صوت الله معيد هذا سبحان ربي الأعلى بالله هذا نعم كم مركز شفوا دارو كلا دجا إذن إلهي وحينات المام يا سبحانه وتعالى عافمات كآدنه إنه كتر إلهي شيك شيك جيسة يا أمانتيسة إنه كتر عافماتك بن آدمك هدي عليل أدلا كولانته عليل وهذا عيل بن آدمك بضي أما هالنغضة مصائبك لو كوها بستي سيداتا ذنوبتو كدلتا يا عماشات سميسو
sida mushkiladka qadarta la kulantay Nabi Yunus oo kale ama Nabi Muhammad alayhi salatu wa salaam wixii ay badeen Quraysh labadaba waxa la yiri fasabbih bihamdi rabbik ilahi wa tasbih subhana wa ta'ala ayaha la hibba wahad ogaata inaynu ku dhaxnoolahay kaun dhan oo ilahi wa tasbih sanaya kaun dhan oo dhawaqa ka yeedhaya u yahay tasbih dhawaqa qura khilaaf sani wa ka aadana haya jink sadradad ba ilahi wa hulay wa yusabbihu ar-ra'du bihamdi unkad kaad maqlaysaar ilahi buu tasbih sanaya isagoo ilahi ku dheehaya hamdiga rabbi subhana wa ta'ala ilahi wa quraanka inoo tilmaamay wa sakharna ma'a daawud al-jibaala yusabbihna wa at-tayr ilahi wa hina qaw rabbi ya nabi daawud oo shimbiro iyo buura la tasbih sanayeen bal quraanku wuxuu noo sheegaya al-kaainatu kullaha inay tasbih sanaya waxa joogo dhamiinay tasbih sanayaan alam tara فليلا يحلي تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا سماواتك تضبط يدلك إيو من فيهن با إلهيه ويونيفرس كوردن كونك دمانتي وإن من شيء با إلهيه وحبب الشيء مجره إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تصبيحهم لما انتو دي الله بيو تصبيح سنيا إذنكم بان فهمين سيدو تصبيح سنيا بي الله إليه سبحانه وتعالى وهي الله يوحينا الشيخ كائن كستابا أما شرك كستابا شريتان كستابا قاب قارو سيدو تصبيح سيدو الله ولحرين إليه ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ميانا دارك إنين با إلهي إلهي ميادوغين إن عرك يردلك وحد شوغا با إلهي وتسبيح سنيان إياشن برهم بالش كلف دين يين رب قدو تسبيح سنيان إلهي باوحوغي كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون إذن أيها الأحبة bale mararka qaar kood ayaa ilaahayna maqashiya kaaynaadka kale tasbiixdooda wa ka xadiithka bukhari ku yaala ibn mas'ud uu leeyahay walaqad kunna nasma'u tasbiih at-ta'am wa huwa yu'kal nabiga alayhi salatu wa salaam yadoo la fadhiyo cunna la cunayo ibn mas'ud wuxuu leeyahay cunnadii aanu cunaynay baanu maqlayno subhanallahi leh iyadoo la cunayay tasbiixsanaysay buu leeyahay cunnadu ومن معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه أبو حليه حديث كالطبراني ورنا يا شيخ الألباني صحيح قلت المامي من الحجر العسقلاني ولي الرجال كسود مواثقات إني شاهد عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حلقة قوبا لفد يبوي لنبي عليه الصلاة والسلام وقعنتكوها يبوي حصى قرور حبوك عند النبي وكوه عليه الصلاة والسلام قرور حيك عند النبي كوتشري أي تسبيح سنة يبوير دتك ما يشفر يوحى كم دبو لي أبي بكر يا عمر يا علي يا عثمان با كم دبو تلمامي دتك ودمي وي مغلي قرور حاسي تسبيح سنة دبتنا النبي عليه الصلاة والسلام قرور حيك عند سكوتشري لك حنت يريد عند سكوتشري أو سبحان الله له أيها أبي بكر وديبي أبي بكر مركي لو ديبينا تسبيح دي وسعطي سيدي باو تسبيح صدين دمتنا أبي بكر نبي قوسع علي يضا تسبيح سنس نبي عليه الصلاة والسلام وحوري بها دانا عمر عمر رقع عنتي سمركي لو ديبي ويتسبيح سنس أبي ذروح مركز تطل ماما يا لما أنت هنا وتسبيح دي أولي ومغلينا يعني تيه راق ما هتا انه مغلين يبولي مركا ابي بكر قعنتي سكت تصبيح سري سنه ومغلينا مركا عمر كنت تصبيح سري سنه قعنتي سنه ومغلينا هذا النبي عليه الصلاه والسلام مركي لو سو عليي اي عثمان يا علي وديبي لبد بار قعنتود اي كنت تصبيح سط ثم دفعهن الينا بيدي انغا مركي دمننا لو ديبي فلم يصبحنا مع احد منا بيده قل يا هيغي كلام منا لم يتصبح سنين نبي محمد
iyo afarta saxaabi wa meelahay culimada badhay ahlu sunna qaar kood baa u dalishada masaa'ilka khilaafada xadiidkan inkastoo uu ka durugsay afarta saxaabi iyo nabiga kaleeyhi salaatu wa salaam saab kooda ayu ku wada tasbiix sada idan makhluuqat ka qaar baynu tasbiixdooda maqli karna oo ilaahay markuu doono inuu maqashiya bala abu hurayra hadithka saxiixayn ka ku yaalay warinayo waa kale nabiga kaleeyhi salaatu wa salaam baa wuxuu ka waramay nabi nabiyada kamid oo quraan jaqariintay oo dabatana amray buulki quraajada iyo meesho dhan in la gubo oo ilaahay ku waxyooday markaasi ma hal quraajaa ku qaniintay dabatana waxaad alaagtay umma min al-umam tusabbih ummad umam ka ilaahay kamid oo tasbiix san ismiyad halaagt yaani lawla waahida hal la waahida bal ila habada ku qaniintun ma dish aad ummadan oo dhan ayuha al-ahibba tasbiixdan iyo tahmiidan daraadeed ayaa tasbiixda todoba suuradooda quraanka kamid ah ku bilaabma siyaga ficil amr iyo ficil maadi iyo ficil mudaari' iyo masdar iyo intabana waa ugu soo arooreen ilaahi subxaana wa tacaala fi suurati alxashr iyo saf labada aayadooda ugu horeeya dee waa isku mid sabaxa lilaahi maa fi samaawaati wamaa fi lardi wahuwa alcasiizu alxakiim ayay suurati alxashrina ku bilaabmataa suuratu safna ku bilaabantaa suuratu alxadiidna maa fi lardi gunbaa walardi sabaxa lilaahi maa fi samaawaati walardi wahuwa alcasiizu alxakiim suuratu jumca yusabbixu lilaahi maa fi samaawaati wamaa fi lardi almaliki alquduus alcasiizi alxakiim suuratu taghabun yusabbixu lilaahi maa fi samaawaati wamaa fi lard lahu almulku walahu alxamdu wahuwa cala kuli shayin qadiir suuratu laclaan iyadoo ficil amara sabbix isma rabbika lacla suuratu lisraana iyadoo masdara subxaana aladii asra bicabdihi layla toddoba suuradood oo qur-aanka ka mid ah ayaa ilaahay tasbiixda inoogu bilaabay si laynoo dareensiiyo muhiimaddeeda shan ka midana xamdalada laynoogu bilaabay de alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin iyo ancaam alxamdu lilaahi aladii khalaqa asamaawaati waalard iyo kahf alxamdu lilaahi aladii anzala cala cabdihi alkitaab iyo saba iyo maxay faatir shan suuradood oo ka mid ah qur-aankana xamdala lagu bilaabay inta meeloodo kale ay ku soo aroortayna tiro ma leh idan ayuha alaxiba ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ina faray oo inoo tilmaamay tasbiixda iyo weynideeda bale ilaahay ambiyadiisu inooga warramaya qur-aanka oo nebi ka midi ilaahay uu tilmaamayo wadiifatu nubuwa inay ka mid tahayba tasbiixda iyo waxa uu u dalbaday nebi labaad in lagu kaalmeeyana inay ka mid tahay inay tasbiixsadaan waj'al lii wasiiran min ahli haaruna akhi ushdud bihi azri wa ashriku fi amri muxuu dalbaday waxaasoo dhan kay nusabbixaka kathiira wa nadkuraka kathiira buu leeyahy ilaahiya waxaan kaa dalbayaa buu leeyahy haaruunna inaad nebi iiga dhigto walaalkay haaruun inaad nebi iiga dhigto oo igu xoojisid oo arrinka ila wadaajisid waayo kay nusabbixaka kathiira wa nadkuraka kathiira markay kaalmada dalbadeenne fircoon loo dirayna ilaahay muxuu ku yidhi idhaba ilaa fircawna innahu tagaa maxaa fircoon markuu tegayay la yidhi walaa taniyaa fii dikrii baa ilaahay yidhi fircoonkaa xoogga badan leh ee askar iyo ciidan iyo wax kastaba haysta u taga baa ilaahay yidhi zaadkiinnu laakiin waxa weeyaan walaa taniyaa fii dikrii ha ka noogin anaga xuskayga subxaana allahi wa bixamdihi laa ilaaha illa allah iyo wixii la mid ah kuwaa ha ka noogina baa ilaahay ilaahay subxaana wa tacaala ayuha alaxiba ilaahay nebi yuunus ba inusaynu soo sheegnay uu kaga warramay nebiyullaahi muusa ilaahay ka warramaya markii nimcadu u cusboonaatay rabbigii markuu weydiistay intuu jeclaaday inuu arko ilaahu aan ku arka la yidhi ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi arki kari maysee bal hadda buurtan eeg hadday buurtu taagnaato waa suurtagaladna inaad ay aragto buurtii baa dhalaashay falammaa afaaqa qaala subxaanaka tubtu ilayk markuu miiraabay baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala wuxuu ku bilaabay subxaanak tubtu ilayk ilaahayow adigaa ceeb ka dheer ceeb iyo xumaadigaa ka dheer
waku toobad keenay buu leeyahay wa ana awwalul mu'minin bananahay ka koowaad ee ku rumayeen in adduunka lagu arki karin nabiyullahi zakariya markuu dalbadeen wa ayad helo ilaahi buu bari bari ajab qabta karamaatki maryan markuu arkay ayu bari ajab qabta ilaahi waydiistay rabbini wa hana al'azmu minni wa ishta'ala ar-ra'su shayba ولم اكن بدعائك ربي شقيا الى ابو بريع عجب لبري بريد بري يا ومحي وحن دنيده كسورت قال هين بو الهي و شيغان يا لك و خلي اديك اكتاده وا كسورت قال الهو اني غمد هو اي عداد او وا غبوبي او اسلام تي دي وا غبود او وحما دليسو مركي هرنا عاقر بيه دينا و راعد iyadoo yar oo caaqira waa laga yaabaa inaad sidaado mala hadii uu meel la taabto waa iska dhali doonta laakiin hadkiiba waa dhaaftay ba Rabbi ayuu ku tilmaamaya nabigu sida markuu sheegtay Ilaahay wuxuu yiri waa ku siiyay Ilaahay waa ayadii yelbo yiri waxa la yiraahdaa ayadu wax weeyaan saddex maalmood baad aamusnaanaysa laakiin Rabbiga waad u tasbiixsanaysa waad xusaysa ayadu waa taas baa la yiri قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وصبح بالعشي والإبكار وصبح بالعشي والإبكار إلهي سبحانه وتعالى عيسى كورم يا نبي الله عيسى دبتنا وحل إلي عيسى وماذا يريدتك أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله إلهي باو اللقين يوحورا لها قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إلهي سبحانه وتعالى نبي الله محمد بوحو والرمية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قل بل قلي نبي محمد عليه الصلاة والسلام waxaa tirada waa kan jidkaygu isagaanan dadka ugu yeedhay raacayaana aniga ayaa intay raacdayba wa subhanallah wa ma ana min almushrikeen ku dhawaaq baa leeyahay ilahay wuxuu inooga waramayaa makhluuqaadka agtiisa ka dhadhow ee malaa'igta la yiraahdo iyaga shaqadoodaba inay tahay wa inna lanahnu almusabbihun baylayn wa inna lanahnu almusabbihun jumla ismiyah la adkeeyay adawaatu tawkiidna la isugu geeyay ayay ku sheeganayaan malaa'igtu shaqadooduba inay ka tahay wa inna lanahnu almusabbihun ilahina wa ufuraya wa hulay yusabbihuna al-layla wan nahara la yaftarun la yaftarun iyaguna waa sheegteen rabbina waa sheega rabbina wa hulay yusabbihuna al-layla wan nahar la yaftarun kala go'ma leh وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم إلهي وحين غورم يا جنة دتك لغيانا ينا شقدود ينا كانتي دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده أي يغنى شقدود أبا إلهي إليه سبحانه وتعالى أيها الأحبة هذه القرآن كسيدة أوبال بلالي أنت النصوص كتغانا سوقا دانينا إكبادا تأنت أنشاغي وأي قربان السلوان قري كريواي قرآن كأنت قصار ارتي التسبيح هي التحميد ترمالي آد بي أوبادا إلهي سبحانه وتعالى ينفر أيه قور والبا waqti kasto aadana uu sheegi karo uun quraanka waxa ku taala iyadoo la leeyahay tasbiixsada subax habeen saqad dhaxay waa bari xidiga dhacgo goor kasto ba ilaahay wuxuu leeyahay tasbiixsada idan tasbiixdu waxay ka mid tahay wardiga marka hore mutlaqa bay ka mid tahay subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati سيقاد اتربض النسونة النبي عليه الصلاة والسلام بغصارت قابك الله تصبيح سنية
أحاديث هذا أخرج النبي عليه الصلاة والسلام جذر الصبح كصار أرطي أما حمد كصار أرطي أدب يترى بدينينا تلمامي النوعيات كتصبيح ذا الله لي ما ده دي صلاة الدمان تيدنا صبح باب الليل هذا ولذلك بعلماء دوحنا صبحة وضحى أما وك عمر لقاش يقين ولي لو كنت مصبحا لا أتممت علماء دا بدبا إلى هذا الصبح هذا أنت بدن تصنى ذا الله إلى هذا لكن مفسرين بدن باب حي قبان مع تكلين ليل هذا قرمة وقت والبوالة تصبح حالتك استاذ كتشرته مركاد يابدا سبحان الله الله إلى هذا مركاد يبكو قبصتا سبحان الله وبحمده الله إلى هذا مركاد نمعاد هشو أما يكو عصباناته أي الله إلى هذا فرس كاغا مركاد فول إسال الله إلى هذا أمد أبدا هذا قاري كاغا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مغرنين نمع عصب مركات الشسيد النبي موسى الله إلى سبحانك مركات دعاء سنة سال إلى هذا فسبح بحمد ربك واستغفره مركات دم بيقى قرن سال إلى هذا قصدي سورة النون كتالي أصحاب الجنة قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تصبحون إذن حل كسته هذا يدبك وهيسته هذا ينمعك وهيسته هذا ديابنته هذا وحكسته الظروفات ككمدة ولا تصبح صدا تصبح دا سمرهات كقوصان السانة كوين الدنب دافشه نبو عليه الصلاة والسلام حليه من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم في يوم 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل الزبد البحر قفك يلاهده ما لم بغلتر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ذنب قسال الله دافا وإن كانت مثل الزبد البحر حورك بده وقال هده موجد بده هده لكتهي والله دافا ابو النبي قولي عليه الصلاة والسلام دنبقا قال لغو دافا اياه وحيش دائي يردبك حيثتا لغاق دافا اياه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فلولا أنه كان من المصبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون وحيش عدير الله ابتكا قشرا لغاق دافا اياه ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فصبح بحمد ربك وكن من الساجدين بل علماء وحيلين انشراح الصدر قود البضي نبي موسى وحيل أهدان وثمرة التصبيح والتصبيح السبب لانشراح الصدر بين هذا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري مركز هودي كي نصبحك كثيرا تو وإلا ويطهي بين هذا سيداو قيل ما دام إنه بالعبادة كترنه عاونيت هي هبين كي نرجين اني ارجى ليله في لو رجين اني ليله القدر تهي هبين وردي ذكري يا الهي حسكي اي تهي قفك مسلم كي وبتصدو ادون كي ما انت كله نهينا عبسي يا دب يا مشكله اي كتاغنتي افرت هذا دعلبنا مسلم او يا مد سكراده يا مد المين يا مد انت يا مد لسيسي ده وكم وغضه ولبا انت اهل حق الشيغان يسيو بدن اهل السنه والجماعه ايو بدن انت ما انت عالم كل كديدي ان كوي هيستي با كديدي حكام توها ان كوي قاليد با كديدي ان اهل بدع قالوا صور راعي با كديدي اسكو ضد روحها سو كديدي نو دنيا تاغن يهي اللي وحس كدعين كرسا ويس كدعين انت كلي وحي كبكسون ولابتو ذا الهي كشافر يا سبحانه وتعالى ان اتلاه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وصلى اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الهنا قراك وحي نقول يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ذكرا كثيرا طبعا ميلود بقرانك كغسو ارورت كثيرا نون الهي دبوضه يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ماها قرا
إلهي منتو يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله واذكروا الله أنت اللي يري أي كثيرا كثيرا دبط الله وسبحوه بكرة وأصيلا بإلهي إلهي حس حس ترب ضمله وسبحوه بكرة وأصيلا سبحانك اللهم بحمدك ولا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.